يا حبيبي يا رسول الله، مات أبو طالب الذي كان ينصرك، وماتت خديجة التي كانت تهون عليك كل شيء. ومع اشتداد أذى قريش للإسلام وجرأتهم على النبي بعد موت أبي طالب سنده، بحث النبي صلى الله عليه وسلم عن منافذ جديدة للدعوة. حبيبي يا رسول الله، تذهب كل هذه المسافات وتقطع الصحراء داعيا لدين الله وحدك، فاستصغر هؤلاء القوم ما قاله لهم رسول الله، ونادوا صبيانهم ليؤذوا رسول الله. أخذ أهل الطائف يرمون النبي الكريم بالحجارة حتى نزفت قدمه الشريفة دماً طاهراً، وزيد بن حارثة يحاول أن يحميه ويصد عنه. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. وماذا فعل رسول الله يا زيد؟ جلس تحت ظل نخلة وكان مكروباً ودعا ربه. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، فلم يجبني أحد إلى ما أردت، فانطلقت وأنا هائم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك به، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت منهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله بعثني إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. لقد تحمل رسول الله في رحلته إلى الطائف إيذاء وتجريحا، ولكن الله ناصره ومكافئه. ألا إن نصر الله قريب؟ أجل، نصر الله قريب. وأراد الله أن يمن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم برحلة عظيمة، ألا وهي رحلة الإسراء والمعراج. فلقد كانت ضيافة كريمة وتسلية وجبراً للخاطر، وتعويضاً عما لقيه في الطائف من الذل والهوان والجفاء والنكران، وهي من أعظم المعجزات الحسية التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبر عنها بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس مرة واحدة يقظة لا مناما، يؤكد هذا قوله سبحانه: أسرى بعبده، ويؤكد أيضا تكذيب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان مناما لما ردوا عليه وما كذبوه. ورأى صلى الله عليه وسلم بيت المقدس الذي بناه يعقوب بعد أن رفع إبراهيم وإسماعيل بناء البيت الحرام بأربعين سنة،
وصلى بالأنبياء إماما. قال صلى الله عليه وسلم: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم. وإنه صلى الله عليه وسلم عرج به من بيت المقدس إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات، وسلم على الأنبياء الذين رآهم في السماوات، ثم ارتفع فوق ذلك إلى مستوى سمع فيه صريف أقلام القدر لما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى، ورأى جبريل بصورته الملكية وله 600 جناح، وفرض الله عليه هنالك الصلوات 50 صلاة، ثم خففها إلى 5 صلوات رحمة منه ولطفا بعباده. بعدما عاش النبي هذه الرحلة المباركة عاد مرة أخرى إلى المسجد الأقصى، فركب البراق مرة أخرى وكان مربوطا على باب المسجد الأقصى، ثم عاد إلى البيت الحرام قبل انتهاء الليل. فلما أصبح رسول الله في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم وأذاهم وضراوتهم، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فجلاه الله له، فطفق يخبرهم عن آياته، ولم يردوا عليه شيئا إلا استهزاء به. وفي موسم الحج من السنة 11 من النبوة وجدت الدعوة بذورا صالحة، فعندما أسلم 6 نفر من الخزرج ذهبوا إلى المدينة وحملوا إليها رسالة الإسلام. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فكلمة التوحيد هي التي بعث بها الله نبيه محمد رحمة للعالمين. وماذا عن عبادة الأصنام يا مصعب؟ باطلة، فهي شرك بالله الواحد الأحد، فلا بد من عبادة الله وحده لا شريك له. وماذا عن أخلاق الجاهلية؟ أما عن أخلاق الجاهلية فتمحوها كلمة لا إله إلا الله عند دخولها القلوب، وكلما زاد إيمان العبد زادت أخلاقه، وكلما نقصت ظهرت عليه آثار الجاهلية. وماذا عن الصلاة؟ يا أهل يثرب، الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، فهيا لأعلمكم.